واضح. وعلى جناح السرعة باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف السيد هيكل الخمسي باش نحكيو معاه بمناسبة العيد الكبير إن شاء الله الشهر الجاي، مشروع لتثمين النفايات وصوف العلرس. هيكل أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة وتحية ليك وكل ضيوف كل مستمعين. شكرا لك سيكل، نعتذر أن الوقت باش يكون بإيجاز وإيجاز جدا، نعدوك أنه تعاود تدخل معنا بأكثر تفاصيل الأسابيع القادمة. فقط اليوم نحكيه على مشروع لتثمين النفايات بمناسبة عيد الأضحى. صحيح، هو يمكن بعد شهر باش يكون العيد، يحل علينا العيد الكبير ان شاء الله يكون مبروك على كل التونسيين وكل الامه الاسلاميه. لانه في العيد هذا وللاسف نعمل فيه دقاء كبير عندنا تقريب حسب الاحصائيات اللي يقولوها اكثر من مليون معناتها ضحيه معناتها نتاع الاضحى، والجلود نتاعهم هذوك البون بارتي منهم تطيش في الطبيعه، ونعرف وقت اللي تطيش في الطبيعة أنها تلوث الطبيعة وتلوث المائدة المائية، بالرغم اللي هي شيء هذاك معناتها الجلود هذيك هي مورد رزق وتنجم تكون معناتها حاجة نثمنوها. واضح. هنا ثم حملة يقوم بها المركز الوطني للجلود والأحذية بالطبع بمبادرة من المجتمع المدني، نخدم كلنا مع بعضنا ونحاول نحصل الوزارات، وزارة الدين، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، كل وزارة الداخلية على أساس أنه يموبيليزيو الإمكانيات نتاعهم بالتحسيس للمواطنين أنه هك الجلد هذاك لو كي نحطوه في شوية ونحطوا له شوية ملح راهو نحافظوا عليه، ومن بعد يجيو المجمعين نتاع المدابغ يهزوه، وبالتالي نربحوا معناتها جزء كبير من معناتها من الجلود هذوك ما يمشيوش. فالعمليه هذه احنا استبقنا توا الوقت، وهنا قاعدين نحضروا معنا مع البلديات اللي منسهره في المشروع هذا، خاطر مش كل البلديات راهي منسهره في الامكانيات وفي زاد معناتها التحسيس. هنا قاعدين نخدموا على المشروع هذا وباش نحضروا توتان بروجرام مع المركز الوطني بالطبع ومع وزارة الصناعة على أساس أنه والمدابغ زادة كيف كيف باش نجموا نحاولوا نريكوبيرو ما نجموا ريكوبيرو. احنا كي نوصلوا نعملوا 30% ولا 40% من التجميع نعمل نسميه عملنا أثار كبير. فدعوة إلى كل وخاصة الإعلام أنه ينسهر معنا كيفكم أنتم وبارك الله فيكم على المبادرة هذه، ونعملوا برنامج تحسيسي للمواطنين وخاصة معناتها اللي باش يذبحوا العلوش، فمعناتها باش نحافظ على الثروه هذه اللي هي تنجم تكون ثروه وطنيه. واضح. انا نوعدك سيد هيكل الخمسي انه في الاسابيع القادمه تكون حاضر معنا ونحكيو عليه باكثر تفاصيل ونعطيه التفاصيل التقنيه للمواطنين كيفاش يعملوا بالضبط وشكون هم البلديات المعنيه، وحتى المواطنين معناها اللي يمكن بلديتها ماهيش قاعده تقوم بال بال, بال... ما تنجمش تنسهر معاكم في المشروع هذايا، انه اقرب بلديه ينجم يمشي لها. شكرا لك مره اخرى سيد هيكل الخمسي. مالوروزمون الوقت يداهم فينا حسام. جوست تعقيب صغير، معناها ديجا نحيي سي هيكل ونحيي زاد سي سامي بن يحيى ديجا اللي هو قاعد يخدم برشا منذ سنوات على مع تسهيل دخول الجمعيات في البروسيس هذايا. نفكر اللي رو جلد نتاع اللوش راهو عباره يعطي زوج سبابت. واضح. واحنا في تونس عندنا 1.6 مليون خروف في العيد الكبير ماشي يصير لي. معناها اذا كان نحسبوها احنا نجموا في العيد الكبير بركة نوفروا 3 ملايين سبات لما سبات. واضح. معناها المواطن التونسي. اكزاكتومون. دونك ديجا شوف انت لامبورتاسيون تاع الجلود نجيبوا فيها من برا وكذا، اوركو احنا كان نعملوا بطريقه تقليديه معناها المحافظه على الجلد وما نطيشوش وكذا، شوف شنو نجموا نثمنوا.